خرفاني الأعزاء، أنا سعيد جدا، تحداكم تعرفون ليش. لا غلط، برضو غلط يا كتكوتة. الإجابة عشان بكرة العيد، وأنتم يا الخرفان تدخلون السعادة في قلوب الناس، بتدخلون السعادة بجنوبي بعد. زين إنكم ما قد فكرتوا تهربون ولا جت الفكرة ببالكم. يا خرفان جتني فكرة، إيش رأيكم نهرب؟ ليش نهرب؟ مرة مشوار، وين نروح؟ أي مكان، المهم ما يودونا لسوق الغنم. الله، عاد ودي أروح السوق أتقضى للعيد. هناك هم يتقضونك للعيد. يا ليل أنت ونظرية المؤامرة هذه، ما نبي نفقد أحد زيادة زي ما فقدنا خالكم. بس أنتم قلتوا أن خالي رايح يكمل دراسته برا. إيه راح يكمل دراسته بأمعائهم الدقيقة وتخرج أبشرك. طيب كيف نهرب والباب مقفل؟ ماما عادي نشتري خروف بعيد الأضحية، مشتهية كبدة. متى بتعرضين بنتك على مصحة نفسية؟ أول ما نهرب ونوصل بر الأمان. الخطة معقدة جدا، ركزوا معي، أول ما يفتح الباب الصبح نهرب. بس خلصت الخطة. كل عام وانتم بخير يا الخرفان، الله يعيد عليكم كل عام، بعد هذا آخر عام. فتح الباب، اطرحوا بقرونكم. توقعت الحرية أحلى من كذا. بعد ما ربيتكم وتعبت عليكم كذا تكافئوني بليلين الخاتمة؟ ما أصدق يا شيهانة، كل بساطة كذا تجوزنا؟ الأحلام فعلا تتحقق في الأحلام. شكرا انك خليتي مهرك شحن روبوكس 219 ريال. شكرا انك شريت لي بيت العمر في ماب البيوت. تذكرين يا شيهانة لما كنت تكرهيني؟ هو للحين اكرهك بس هذا حلمك، فمو على كيف الموضوع. ما فهمت، كيف حلمي؟ يعني انت الحين نايم وهذا عالم الاحلام، بعدين ليش ديكور الحلم حقك كذا رخيص؟ رماح وينك؟ رماح الحق، مصيبة صابتنا، الحق. إيش صار؟ خروف ننحاش؟ لا يا ليت الخروف ننحاش، مصيبة أكبر. صراحة من زمان عن العيد، أحس لي سنة ما حضرته. طيب هو صدق قبل سنة العيد جاء. يعني إحساسي طلع صح؟ الله ما حد غششني. أنا ناوية بعد العيد أروح أحج. حالي كيف أمك؟ الحج بدأ خلاص وبيخلص بعد. حسافة، طيب متى بيسوونه مرة ثانية؟ شيهانة لازم تعيدين الابتدائي. لازم اعيد الابتدائي عشان احج. خلاص ما تحمل غباك تنسينا شد مخيك. شكرا انكم راضين تطلعون معي، لان تعرفون شكلي ممكن يخرجكم عشاني فقيرة. اوه عادي، ما توقع في احد يعرفنا هنا. اصلا ممكن يحسبونا زي تنكري، لا تشيلين هم. بنات خلنا نلحق على الحلويات ليخلصون هالورعة. انا بعطيكم حلويات وانتم عطوني ضروس. كل عام وانت بخير، يلا عطينا عيدية. إذا بتعطيني أقل من 100 ريال وفريها بجيبك، تحتاجينها أكثر مني. أنا أبي حلويات عليها لصقات إنمي، ألصقها بيد. قطيعة، عجايز قريح طول الجدار وتبون عيديات؟ نف وجهكم يلا. لو بعيد الفطر كان عندي جبل عيديات الحين. شميت ريحة خرفان تحمست، جيت بشوف، بس طلعتي أنت يا شيهانة. ريحة خرفان من النوع الراقي. فقلان. لا تسكن شيهانة، ترى هي عندها مرض، غصب عنها. لا ما عندي مرض. أجل وش عذرك؟ طيب أنتم مش تبون الحين؟ كنا طالعين نتمشى ندور أي بنت ملابسها تفشل عشان نضحك عليها. طيب لقيتوا بنت؟ لا لقينا 5 بنات. صفوا طابور يلا عشان نضحك عليكم واحدة واحدة. لك وجه تتكلمين وانت لابسة صوف بعز الصيف؟ حبيبتي احنا مشتركين بتطبيق جوي تجوي. يخلي فيه مكيف يمشي فوق راسنا، وين ما نروح ونختار اي فصل نبغاه. انا اخترت الشتاء. وانا اخترت الربيع. الله كيف نشترك بالتطبيق؟ الاشتراك غالي، مو باي احد يقدر يشترك فيه. عشان كذا انا وعلتي قطينا واشتركنا بحساب واحد. ايه عشان نوفر الطاقة، عشان نرفع الاحتباس الحراري. هنوف ليش ما تجين معنا؟ انت الوحيد اللي يجي منك شوي. لا مستحيل اتخلى عن صديقاتي حتى لو جبتوا لي مكيف. حسافة، يلا باي حلوات شوي. واو هنوف، ما توقعتك تختارينا احنا على صداقتهم. معليش لو صادقتهم ورطة غير طبيعية، لازم كل يوم فستان شكل وشنطة ماركة تو ماتش. اما معكم
لو البس كيس زبالة صرت أكشخ واحدة فيكم، وإني أكون أحلى واحدة بالشلة هي الصداقة الحقيقية. حسيت إن أهدافك نبيلة. ما علينا، عندي خطة مضمونة نحصل عيديات، إحنا مع بعض نخرع. خل كل واحدة تروح لحالها بعدين نتقاسم الغنائم. حلا أنت أول واحدة، انطلقي. ممكن عيدية يا خالة؟ هو زينهم يا ناس، قمر كيوت، تفضلي. يلا دورك يا شهانة. بطلع كل طاقة الكياتة والأنوثة. ممكن حلال يا خالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألو الشرطة أنقذونا. ما عليك منها، أنت بعيوني كأنك جميلة. هنوف دورك انطلقي، لا تفتحين مواضيع ماركات وقرف. هلا مساء الخير، شنطتي ماركة، المهم أعطيني عيدية. أنا فقيرة يا أختي وعلى قد حالي. وش ربط المواضيع ذا؟ أنا قلت أعطيني عيدية. يعني ما أقدر أشتري عيديات، ما عندي فلوس. حلا تقرب لك هذه. لا بس منافسة لي بالساحة. ملاك وأخوانها جو. الله وش كثر عيدياتهم ما شاء الله، من عطاكم كل هذا؟ مدري ما شفتهم. أجل كيف عطوكم العيديات؟ ما عطونا، احنا شفنا الباب مقفل ودخلنا. قصدك لقيتوه مفتوح؟ لا كان مقفول، كسرنا ودخلنا. حرام عليك، يعني هم يتعبون ويجهزون وانت تسرقينها بكل برود؟ ما كان بكل برود، كان حر شوي، اتوقع خربان مكيفهم. ملوك ما يجوز، لازم ترجعينا لهم. طيب ما هذا البيتهم عشان نرجعها شو اسوي؟ لوعت الاطفال بالشارع الحلويات اللي سرقتها بيمسح غلتي. اكيد بيكون احسن من انك تسرقينها. اتفق مع هديل، كلامها عين العقل. شكرا شهانة انك دايم تنصحيني وتوجهيني من بين كل صديقاتي. تفضلوا يا اطفال، لا تنسون تعطون اختكم الكبيرة اذا رحت البيت. خلوا اختكم تعطي صديقاتها بعد. نورو جيبي جيبي، انا بروح اوزعها. خلاص بنات مو بلازم احد يعطينا عيدية، احنا كبرنا اصلا. تعالي معي ملاك. بنات اسمع صوت اصوات. هيا يا بنات سدوا الطريق، لا تخلونهم يهربون. انتم تسمعون بخشومكم، قلت سدوا الطريق. لحظة، انتم صديقات اختي سارة الله يرحمها؟ هلا عزوز، من زمان ما شفناك، اخر مرة شفناك بعزة سارة. ايه انت نورة اللي سألت امي بالعزة متى تبدأ الفعاليات. شو سوي اول مرة اروح عزة؟ وانت هدي اللي قلتي لامي بالعزة لو خيروك ترجع سارة بس تحولين خنفسانة. كنت متوترة ما لقيت سالفة اقولها وش اسوي. طيب عشان تكفرون عن اخطائكم هذه لازم تساعدوني امسك الخرفان. الحين الخرفان ضايعين بحارتكم ويدورون مخرج، وحارتكم فيها بوابتين بس، المطلوب منكم تروحون المداخل الحارة وتسكرون البوابات. خطة بسيطة، يلا انطلقوا. من يبي عيدية؟ في ورع يبي عيدية. هيا كتكوت منتف، تبغين عيدية؟ ماما لقيت عيدياتنا مع هذا الشيء. ولدي رماح، اختك لقيت الحرمية اللي طبوا بيتنا، راح امسكها. سو فهم سو فهم. الله يهديها. تعالي يا سارقة القلوب، رجعي قلبي. نورة احنا وصلنا وسكرنا البوابة، وترى الخرفان جاي في طريقكم. خير، غش، بوابتهم قريبة منهم. خلينا نسكر البوابة قبل يوصلون الخرفان. لا وصلوا على الحديد. خلاص يا الخرفان، كل الطرق تسكرت بوجهنا حرفيا. يعني خلاص خطتي للسيطرة على البشر والخرفان بتفشل؟ يا الله مرة كيوت، ايش هذا؟ ابي اكلها بس مو صدق اكلها. اخ لو اعرف وش جالسة تقول. بس
أنا أفهم لغة الحيوانات، أقدر أترجم لكم. جالسة تقول: بابا إذا ضحوا فيك أبي الورث كله لي. يا شيخ لو تعرف لغة الحيوانات يلا أتحداك وش جالسة أفكر فيه. خلاص انسى، سوي نفسك ما سمعت شيء. أنا اللي علي أترجم لكم، سووا اللي تبون. بس حرام، مرة كيوت بصيح. كفو كفو، وش نسوي يا ربي؟ شوفوا عيونها، شوفوا خشمها، أو لا تشوفينا. شهانة وقفي خلينا نتفاهم. كذاب، بتمسكني توديني قسم الشرطة. لا أنت فاهمة غلط. وجع. لو علمت الشرطة عني بعلمهم انك دخلت مجلسة بنات. لا هذيك اختي قمر، مدري شمس، انا وش قلت لكم اسمها؟ راحت علي. لا تقلق يا عدو اللدود، تخيل لو ادعسوك وتعور المساكين. هي صحصر، هي انقذت حياتك، خلاص ممنوع تبلغ على الشرطة. ليش ابلغ الشرطة عليك؟ يعني عشانك كسرتي قزازنا وطبيتي بيتنا وسرقتي مجوهرات امي؟ ترى كل انسان يغلط عادي. الموضوع في مجوهرات، ملك ما قالت هالجزء، انا وريهم. ما علينا، خلاص في شيء مهم لازم اقوله لك. لحظة، مو بهذا ولد خالتك رماح اللي كنا شبلكم يبكتهم بزران؟ قوات الدفاع الخاصة قادمة. خذوه معنا، هذا خروف زينا. عجائب العالم السبع، شيهانة عندها فانزات. علا بسم الله، ايش فيك؟ انا اوريك يا شيهانة. خلاص زهقت من هالخرفان، بروح اقدم على وظيفة قرصان ابرك. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف.